يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أي مثل سيدة ربنا الخالق سبحانه وتعالى يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إشجاع في الرحمة للعالمين، يقرض ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنسسي من صلى الله عليه وسلم يقرض الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن إشجاع ضربين باش أضرب يغل أمينون إلى أذن عقيب اليوم الإسلام وإلا مجرد العبادات شعائرية فظليت الزكاة الصوم بالحج أنجعل نخدم ديننا ماذا قلنا منصور بلا ماذا قلنا ونسعى للعقلية إلهان ونسعى للعلاقة في إلهان أكد الخلق نسيد ربي ماذا قلنا ونقر زلاء للوال ديننا ونقر زلاء للجيراننا ونقر زلاء للعبادة أما يقرب أما يبعد أنا عسل جوارحنا وأخدم لنا أين نديرهم أنا عقيب ليهم فيه صلى الله عليه وسلم الذي قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن دين سلم ذوين يسلمان العباد من دوني ثمران أما دين سلمان أما مش دين سلمان السلمان دي الجوارحي السلمان دي رسيك السلمان دي كفوسينيك أنشتاقين تساقين أكو أيد الغلطان إلا نسمقاي أن نسوية دي الواقع دي العصرنا أنسل هيد الشعائر الدين ولكن ما ننقل العلاقات إلى دخل من المجتمع تشغل هي قناقي أو يحمي نوع ويخدم من الخير وياه أنواع اكتسال تجميل الغريس أنواع يخدم من المسابقة لإفعال الخير وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين أكان مثلا إذن الإسلام ولا هذا مجرد العبادات شعائرية لزالي الزكاة الصوم للحج وكان ذو الفرض في لنا العلاقات ذين لنا قرار سيدة ربيهم ولكن ديننا البشرة ذي الزات سيدة ربيهم أنا عقيب لنا ذي المعاملة قرار ذي الخلق إقرار الدين المعاملة إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذين لنا قرار العبادة ذي قرار ذاك ما يجي سبال الإسلام ماشي داخل المسجد ماشي للوقت تظلي في الركوع السجود يجي سبال ولكن الإسلاميين كي سبال برا مكارثة أرث تعمل إقالة للخلق نسيد ربي النبي صلى الله عليه وسلم يسال باش أذى غير ربي أنا ويكس عن الأخلاق أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم يتم تحدي ربي قال وإنك لعلى خلق عظيم ولاش القسم ذي العبدان زورون دوني ثلما ذي العبدان قيرون دوني ولاش وكس عن الأخلاق من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرد سيد ربي قويس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا تسمقي فغروس أو إذا الصفتين تسعى خدمت أماكن خدم سبحان الله سقسنا عائشة رضي الله عنها أن نسير سقسنا الناس أمشي لنا الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم الناس كان فنيس كان خلقه القرآن فنيس الأخلاق الناس سيريس ذي القرآن الكريم القرآن يجيحون كما يتمثل الدرسنا كان المتواضع بعد المقدمة أدنوا ثلاثة قصيدين غف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنصر الأخلاق كربويني ديما كربويني خدم كربويني مرة أكو إميك حدا السنة إلى قتيل النسل إلى قدس نسي كان باش أنا نسي كلش حاشا نسيرينس إلى قدس نسي خصر في مثل في قصيدين غادي تفقين الأخلاق تقويا أنت عاد شوان شلاقين أدنوي ولو شوية طيب مثلا فقسي تمزورو طيب مثلا يروح دي المركز غير الرسول صلى الله عليه وسلم إني يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان إنسان يخدم يعني الزوجة إنسان يوقع أكل الزوجة إنسان دي ثيما سنة رمضان إني فغيث يا عقيل أي تسديه هنا ندث فخ ثمساتي نس وش في إحنا نفهم صلى الله عليه وسلم يدي قدر الرسول النبي مش يحس صلى الله عليه وسلم وسيدنا رام بالليمة أكن كسقروي ناك نعد سب ناك نخب أكيا دش نسينا صلى الله عليه وسلم إن سأعد يقرا قبر إن ستعرف قبر الرقبة تعرف قد يوني لنا إلى ذي العبد إن سأصل يوزي من غيره إن سأصل شهرين
إنسى رسول الله زمير غالا بزوما شهرين إنسى تشتر ستين المساكين إمو زمير ديوزوم شهرين وزمير دي أفقر قبا وزمير ديوزوم شهرين إنسى تشتر ستين المساكين إنسى رسول الله زمير غالا تشتر ستين المساكين يروح صلى الله عليه وسلم يجوز تسمى يتشوف كاز تسمى بالهادية يروح يجوز سيدي نساء إنسى روح في كذا روح صدق ديال الفقراء إيه ناس السكر ونسان الفقر أكثر من أنا ويد الفقر أكثر من كذي المدينة أنا هو المدينة المنورة وقلنا الفقر أكثر من كذي ذينا الرسول صلى الله عليه وسلم يتصدصى أمد بهر ثوم أسيس صح كم يهمدون إن ناس سعب قدر رقبة إن ناس يسمي غالة إن ناس تصوم الشهرين إن ناس يسمي غالة أشتد ستين للمساكين إن ناس يسمي غالة إميز دي فكرة سمرين إن ستش قاد الفقراء إن نوجد لدي الفقير أكثر من كل إني صلى الله عليه وسلم بلا صرح ساقه بك شتدس إخشي مدي فكي حيينا من أفقر إنسان دنيا إميز إخشي مدي صلي طرف النبي مشريح صلى الله عليه وسلم إيه مثل تقسيم تسناف روح يوم مركز على الرسول صلى الله عليه وسلم إقوي سيدة إقوي سيدة زور ويستستيد غرموس ويقيم غرموس هذه تسمى قلبة يسدس يفرح يوم يفرح ماشي لنا قبيعة طيب يتسمى قلبة استيزور الناس دي وكل ذن فيه صلى الله عليه وسلم يفرح ورقز ندي والنبي صلى الله عليه وسلم يتسمى قلبة يتسمى قلبة بتصدصة يتسمى قلبة يفرح ولذن سيفرح يدس ولكن صلى الله عليه وسلم ما يستيزور الناس ويعرض لك الصحابة الكرام دينا يونس يفكر ثاقية تزوت يتشيوث يوث 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 أرميك فوق إنك تزور النبينا ذا شو ما ليه خمميون يعني ليش هو يجيك خدم صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وهمن زيك ماز دوين المكن الناس دوين كرام أخني يعرض مرة أكو السنة واحد الرسول صلى الله عليه وسلم السنة واحد كانت يتشاد يزور النبينا أي تسمق أي أرقزني أي فرح يفرح يوني يفرح ذا القرآن أسميك فوق تزورني يفرح لأني يستدي وكن يروح أنت قد وسحب على الرسول يا رسول الله إني عادة ما دوي الحرث على الضغي أفل إذا قد أغضى على الضغر ذا شو سينا صلى الله عليه وسلم ذا يمد أن سعد يالك ذي الخطر بلد مازد سينا في قصتك كامل ولكن وإنك على خلق عظيم إني سزر الفرحين فرح وجزني إيدي ويدي قلنا في انتظاري إننا سنظر في رسول الله هل يجب جيجو وذي ميس ليفرح إني استيزاري إني إيدي وكنيا إني استيارزاق عنين إني سلوكاني من تدعضا إني استيلي ناس تكزم من تصانينس ألوك ماشي نون أتد ذقرا من بعد انتسا أدي يحزن أشعر إنك خدمك إني قبيا تشفت كانك انتظاق عنين وسيجزم غير الفرح إنك فرحكني صلي تغف النبي مشبيح صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقصد استيادة ميذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقود الرسالة ولكن الرسالة للإسلام الرسالة دي الشفاء لعباد الطيام غير ثفات ولكن يذ مثلا إيه دون أربوك إلا تسابحن إيه دون أربوك إلا ذوخرا إيه البلاني إلا تعيشن إيه الطيام ليه إلا لكن طرامن الكفر طرامن الشرك أقبينا لينك نيو كوف حند شوين نزمر مرة كوف حند ساعات ذا ذا ولكن إيه مثلا المشركين القريش غسك النيم ساعات ذا ذا غسك النيم كيف حند ولكن إيه ساعة مرة ساعة زي مرة درامنا فغر وسط تسجل ونسعى الدهب استديوه محمد صلى الله عليه وسلم ونسعى الفطر استديوه محمد صلى الله عليه وسلم ونسعى الشمر استديوه محمد صلى الله عليه وسلم الرسل والسجان تسيد الخزانة نسن الخزانة الأمان الرسل تسجل كلش حاجة تسيد ممان سنس سوي نس الصادق الأمين الصادق الأمين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم أي مذن اتنادين أذى ثنغن تنادين خلص تخزبيث باش أذى ثنغن ولا ما لذن سنو مرة غير الوصيلات أم كان يخدم لو كان دي عرض النظم إزما دي الولا دي أبو كل ما لذن ثيوها دهو كانوا يساعة مرة وذى ثنغن ولكن صلى الله عليه وسلم يجيغد تصوصية الأمانة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تدخل من خانك وإن كي يمنن الرسل من الإنس وركات خاضر وإن كي خاضر وإن كي خانم
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبب يوم ركن دسل بجد نعم دافيس صلى الله عليه وسلم أسنين فسخ من تخذ في البشدة ثنان إفاضي من كلمة مكرمة، ولكن جعل ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان يصير تصل يقول طرحين كشتر نسيك تص إنس نكون يوم أبا نروح إنس كشينا ما تسقل أزكى من رسم جمالات مثل مرة قريش ونذني تابعت الكثرة تثنثة ثنغل وانت تدفن دل حي نغي موتا سكر مهي رومان، ولكن انسان يجب وانس نيران لما نغس كان علي بن أبي طالب يريس المرة لما لا تنسل مرة إكرب وانك نستدي في كلام الدنيا. صليت غفل في مشبيح صلى الله عليه وسلم صاحب الأمانة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أرجع يا رب وذلك التعظم شو نشتغل عليه مثلا إدي قد السفة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة بعد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبعث الأثر من الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الوصول أقدام الرسول طريق زاد اللي يشوفه عند شو الأثر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق الشفور طريق الوصول أقدام الرسول إذن صلى الله عليه وسلم إذن ثوياب أن السين تقصدين مرة كالوين يساعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن السين سيرين عزيزا سيبر بدي قال قد كان في قصصه مع عبارة لأولي الألباب وتذن قرر باش نساعد دين الوقيس وكاد نكش دروس ذا العبارة رجع يا ربي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.